بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وفي كل مكان، هنا في استاد الحسن الدولي في مدينة إربد عروس الشمال، في مواجهة في الجولة السابعة والتي تجمع كل من غزلان الشمال نادي الرمثة أمام ذئاب الجنوب نادي معان. يرجى الوجود لدقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على شهداء العدوان والحرب على أهلنا في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رحمهم الله ونصرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الرحمة والغفران والسلوان لشهدائنا في قطاع غزة، وكذلك الصبر والإلهام والقوة لهذا الشعب أمام الاحتلال الغاشم، وكذلك المجازر الوحشية التي يرتكبها هذا الاحتلال بحق شعب أعزل في قطاع غزة. نتمنى لهم الصبر والسلوان وكذلك الفرج القريب وشيء يدمي القلب صدقا. الصور والمشاهد التي تخرج من غزة العزة، استاد الحسن الدولي في عروس الشمال، وصافرة البداية نادي معان يلعب بالزي الأبيض على يسار الشاشة، كذلك نادي الرمثة يلعب بالزي الأزرق على يمين الشاشة، وانطلاقة في هذه الكرة على الجهة اليمنى بالنسبة لنادي الرمثة، محاولة لعب كرة عرضية ولكنها لم تتوج بشكل جيد إلى اللاعب أحمد العباودي مرة أخرى لتقطع منه وتعود، وعرضية عكسية في هذه اللحظات فيها راس جول ولكنها مرت بسلام من لاعبين محترفين. كرة تعود الآن على الجهة اليسرى، محاولة تسديد هذه الكرة من قبل اللاعب إبراهيم الرواد ولكن بحث مساند أحمد العواودي، أحمد العواودي يحاول الدخول أحمد العواودي ولكن فضل أن يلعب الكرة إلى مهدي علامة، تسديد عبر مهدي علامة ولكنها بين يدي الحارس مالك شلبي، محاولة البحث عن مساندة ولكن أخطأ مجد الزعبي في إبعاد هذه الكرة لتسدد عبر أحمد العواودي ولكنها بعيدة على شباك الحارس مالك شلبي الذين صنعوا وكانوا حاضرين بشكل جيد سوف أتحدث عنهم. هنالك الآن العواودي يترك الكرة جميلة في جول، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الإبعاد على مرة ثانية. بشار يحاول التسديد، بشار يراوغ، بشار واحد اثنين، تمريرة أرضية من بشار جميلة هنا، بشار على الاستلام ولكنها قطعت لتعود مرة أخرى، محاولة التسديد ولكن الإغلاق تسديدة ولكنها بين يدي الحارس رشيد عبد الله. رشيد حربي، حربي تسديد عبر حربي أرضية ولكنها تعود وتسديد أخرى عبر حربي وقلنا جول 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 جول. ذئاب الجنوب يتقدم عبر اللاعب حربي عبد الله، حربي عبد الله بتسديدة جميلة جدا بعد الإبعاد من قبل الدفاع وحضوره بشكل مميز في التسديد على يسار الحارس مالك شلبي، يتقدم نادي معان بهدف مقابل لا شيء. هذه هي الكرة بالإعادة، شوف التسديد الإبعاد والعودة وأرض أرض، تحدثنا لديه قدم صاروخية يعني هذا اللاعب مميز. وهكذا يعلن حاكم اللقاء محمد مفيد عن نهاية الفترة الأولى بتقدم نادي معان بهدف مقابل لا شيء هنا على استاد الحسن الدولي في مدينة إربد. لا تذهبوا بعيدا، هناك الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في الشوط الثاني الذي يجمع نادي معانا أمام نادي الرمثة هنا في استاد الحسن الدولي بعد التنفيذ لنقطة البداية من أجل رؤية من سوف يكون حاضرا من حالة. كرة تعود الآن سريعة في مكان في الصندوق، كرة تلعب الآن سريعة وتسديدة ولكنها مرت بسلام على شباك الحارس مالك شلبية، الضغط بشكل كبير من أجل الاستفادة من خطأ ما، وهذا هو الهادي بكرة جميلة جدا ولكنها مرت بسلام على شباك الحارس. حربي عبد الله هو الذي أحرز الهدف بالنسبة لذئاب الجنوب، كرة الآن تعود عبر اللاعب حسين عبيدات، عكسية ورأسية ورأسية كان الثاني قريب ولكن كان في موقع تسلل ليس أبو الكاس، هذا هو أحمد السلمان، تسديد عبر أحمد السلمان يا سلام، محترف السنغالي إلى أحمد المغربي، عكسية ورأسية ورأسية هذه المرة بين يدي حارس المرمى رشيد رفيد عبد الله إلى علي العزايزة مرة أخرى، ينطلق في المنتصف علي العزايزة، بشار الذيابات، كرة جميلة، تمريرة وتسديدة يا سلام، هل سوف تكون كرة رمثوية؟ علي العزايزة تسديدة جميلة جدا للإبعاد من قبل رشيد رفيد في هذه اللحظات لم تترجم بشكل جيد، تسديدة جميلة جدا
تسديده جميله، ينطلق بهذه الكره عبد الله، جميله جدا، يا سلام، كره جميله كانت. علي بعيدة للخلف الى ابو الكاس، محاوله تسديد، تسديده عبر اللاعب ابو الكاس، والابعاد من قبل رشيد رفيد حارس المرمى الى ركله ركنيه. لاعبين نادي الرمثا افتقروا لتسديد في الفتره الثانيه، محاوله الان تسديده، تسديده ولكنها تبعد من قبل الدفاع، ليعلن هكذا الحكم، الحكم محمد مفيد عن نهايه اللقاء والفوز الاول لنادي معان في بطوله الدوري من اصل 7 جولات، هذا هو الانتصار الاول لنادي معان على حساب نادي الرمثا هنا في استاد الحسن الدولي في مدينه اربد عروس الشمال. نادي معان ينتصر على حساب نادي الرمثا بهدف اللاعب حربي عبد الله في الفتره الاولى.